صعيد الشباب عرض مستمر في الزمالك، ظاهرة إيجابية فرضت نفسها على فترة توقف منافسات بطولتي الدوري والكأس في الزمالك. واصل جوسفالدو فيريرا المدير الفني مسلسل تصعيد اللاعبين الشباب الموهوبين من قطاع الناشئين، واستدعى كل من مصطفى بسيوني وأحمد محمود من فريق 2003 في خطوة جديدة بعد تصعيد سابق لعدد آخر من اللاعبين مثل مصطفى شكري وحاتم سكر من فريق 2001 وعلي ياسر ومحي جمعة وعبد الرحمن علي من فريق 2003. ويواصل جوسفالدو فيريرا سياسة ضخ دماء جديدة، سياسة نجحت في صناعة التاريخ الموسم الماضي وكانت سببا كبيرا ومهما في فوز الزمالك ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر. وقدم فيريرا مجموعة مميزة من الوجوه الشابة يتصدرهم حسام عبد المجيد، طرزان الدفاع القوي وأهم مدافع شاب في مصر الآن، وسيد نيمار الظهير الطائر صاحب الحلول الفردية، وسيف جعفر صانع الألعاب الموهوب والعقل المفكر، ويوسف نبيه الجناح الطائر والهداف القدير أيضا، ومحمد طارق جوكر الدفاع والوسط الملتزم، ومحمد نديم حارس المرمى وصمام الأمان. والآن تظهر تشكيلة واعدة من الزمالك في الطريق برعاية المدرب العالمي فيريرا، تعول عليها جماهير الزمالك الكثير في تقديم إضافة قوية وتعويض أي غيابات قادمة، والمساهمة في حصد الزمالك المزيد من الألقاب الكبرى في موسم 2022-2023 واستمرار نجاحات فريق الأمل الكبير، وجماهير مدرسة الفن والهندسة في الانتظار.